أحسن الله إليكم، يقول: ما حكم التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ لا يجوز التوسل بالمخلوق إلا باتباع الرسول، توسل باتباع الرسول وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم هذا عمل صالح لا بأس، التوسل بذاته عليه الصلاة والسلام هذا مبتدع لم يشرعه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قال توسلوا بي. نعم.